يا الله، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سماحة خادم للزهرة المهدي آملي. حياكم الله وبياكم. أنا صديق معكم، موالي من مصر وصديق معكم على الصفحة، وأحببنا نسلم عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنتم من أي البلاد؟ سمع شيخ، أنت من درست في ثانوية الجزائر، صحيح؟ نعم، أنتم ردود، ما شاء الله، من العراق، صحيح؟ نعم، إن شاء الله. ما شاء الله، ما شاء الله. هل تزور الإمام الحسين سلام الله عليه؟ اللهم صل على محمد. سلام الله عليه، نزوره إن شاء الله ما شاء كربلاء الله، ما شاء الله. والله أحببت أسألك سؤال. إن شاء الله. الإمام الحسين كان يعلم الغيب، لماذا أخذ معه النساء والأطفال إلى كربلاء؟ هل أراد أن ينتحر بهم كما يقول يعني النواصب؟ لماذا هو يعلم الغيب أخذ النساء والأطفال؟ هل أراد أن تكون النساء سبي عند يزيد؟ يا الله، لتعظيم المصيبة. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لو أنا هيجي عليا مصيبة بخاف على أهلي وببعدهم، لو إنسان جاي يقتلني بخاف على أهلي وأولادي، كل واحد بيخاف على أولاده. فأهل السنة بيقولون الحسين لا يعلم الغيب فأخذهم معه لأنه كان لا يعلم أنه في قتال، فليه يأخذ معه النساء؟ يعني أنت لو طلع دلوقتي ناس جايين يضربوك، تطلع لهم زوجتك، تاخد زوجتك معك؟ لا، الحسين عليه السلام عندما راد يخرج المدينة تعرض عليه أخوه محمد بن حنفية، قال له: أخي حسين، أنت تعلم أنك تقتل في كربلاء، يعني لماذا ما أخذوا لك الحريم هاي والعيال والأطفال؟ قال: إن الله شاء الله يراهن، شاء الله سبايا، يراني قتيلا، وشاء الله يراهن سبايا بعد أمر الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا أراد إن آل البيت يكونوا سبايا عند يزيد، والإمام الحسين أراد ذلك، صح؟ نعم، طب ممكن تخلي أبنائك وزوجتك تجيبهم سبايا عند أبناء العمة هنا يومين؟ الله يبارك لك يا رب، وندعي لك تجيبهم سبايا عندنا هنا في مصر يومين، أنا من أبناء العم، وإن شاء الله ندعي لك برضو علشان تنصر الدين زي الإمام الحسين. مالك يا شيخ؟ مالك شيخ مهدي، سكت ليه؟ عرفت ان انت عقلك لا يقبل ذلك؟ سكت ليه؟ حصل لك حاجة على الكرسي ولا ايه؟ مالك يا سماحة الردود؟ ما انت كنت حلو دلوقتي يا استاذ المهدي امولي. هي والله يا أخي العزيز، هي يعني لا مصيبة، والله، يعني مصيبة ايه بس وبطيخ ايه يا سماحة الشيخ؟ طب ماذا استفادت الأمة من خروج الإمام الحسين ولعن الله من قتل الحسين؟ استفادت الأمة ايه من خروج الإمام الحسين؟ الحسين يقول: أنا خرجت يعني لا لإصلاح أشرا دين ولا جدي. بطرا على دين جدي نعم، ما انا عشان والإصلاح. احفظ النصوص اللي حضرتك هتقولها، هل اتصلح الدين؟ بالعكس، يزيد كمل، وبعد يزيد الامويين هم اللي ماسكين الحكم. فايه اللي حصل؟ انا عايزك بقى تقول لي ادله واقعيه تقنعني كده، ايه اللي حصل لما الامام الحسين اصبح خرج؟ ايه اللي حصل؟ اديني ادله تقنعني كده. استفادت الامه ايش؟ يلا يا سماحه المهدي يا امولي، يلا طلعها طلعها، طلع حاجتك. استفادت الامه ايه بخروج الامام الحسين ولعن الله من قتل الحسين؟ انت تعرف يا شيخ اللي قتلوا الحسين دول عندنا في مصر بنقول عليهم ايه؟ الشيخ بتقول المهدي، عليه؟ تعرف بنقول عليهم ايه في مصر؟ نعم، ايوه. لا لا، مش هقول لك حاجه، ده انا كنت عايز اعرفهم ان انت سامع بس. قول لي بقى، استفادت الامه ايه من خروج الامام الحسين؟ الله يشرح صدرك للحق يا رب. الآن بعد زمان احنا استفادنا، يعني هسه انت ذا تبوع على يزيد، وين يزيد الحسين؟ وين من يعني يزور الحسين يزيد الآن؟ انكشف من يزيد، يزور الحسين؟ الحسين خرج نعم، من اجل ان يكشف يزيد، هي على نعم صحيح. صحيح؟ ايه يعني الامام الحسين مات هو ولعن الله قتيل استشهد، كان الامام زين العابدين مش هيعرف يكشف يزيد؟ طب ما هو يزيد لو فيه اللي فيه اللي انتوا بتقولوه وزياده، ما هو واضح للامه. ايه يعني الامه استفادت من خروج الامام الحسين وقتل ال البيت وسبي نساء ال البيت انه كشف يزيد؟ بالله عليك، ده بالله عليك، ده دي حجه يا سماحه الشيخ مهدي ابو لي؟ انا عارف ان الحجه دي هي اللي بتقولوها بس بالله عليك دي حجه؟ كشف يزيد ايه بالله عليك؟ يعني مش عارف فين بقى نصره الدين جدي محمد؟ هل نصره الدين جدي محمد انه كشف يزيد؟ ايه الكلام ده يا سماحه الشيخ مهدي ابو لي؟ انت تعرف الامه استفادت ايه؟
عشان استفادت. ايوه انا عايزك بس كنت عايز اعرفه منك سامع. طب الامام المهدي، انا احنا احنا انا انا اعتقد رامي عيسى ان الامام الحسين سلام الله عليه لم يعلم الغيب، ولم يعلم انه قد سيقتل، ولم يعلم ان هؤلاء الملعونين الزنادقه الذين قتلوا الحسين، لعن الله من قتل سيدي ومولاي الحسين، فقصته تدمي القلب. ووقف امامهم الحسين رضي الله عنه وقال: انا ابن بنت رسول الله، ولا يوجد ابن بنت رسول الله على الارض غيري. ولكن هؤلاء الوقحين الفسق الفجر لم يرحموا الحسين وقتلوه، وكان معه النساء والاطفال وقاتلوه. شويه زنادقه وجيل ملعون لعنه الله وجعل الله قبره حفره من حفر النيران، شمر بن ذي الجوشن، وجز رقبه الحسين الشهيد السعيد ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين الشهيد السعيد ريحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان يعلم الغيب، ولا كان يعلم ان هؤلاء الزنادقه سيغدرون به. حتى لذلك قالوا: طب دعوني ارجع من حيث اتيت، رفض. طب دعوني اذهب لاي مصر من الامصار، رفضوا. طب دعوني اذهب ليزيد، رفضوا. الا القتال، فقتلوه. قتلوا من؟ قتلوا الحسين رضي الله عنه. فحينما قتل الحسين، قتل الحسين على ذلك رضي الله عن الحسين. انت ايه رايك في ذلك؟ الحسين بقى احنا انا رامي عيسى اعتقد ان الحسين رضي الله عنه كان لا يعلم انه سيقتل. الحسين رضي الله عنه كان لا يعلم ان هؤلاء سيغدرون به. بس لكن نقول الحسين يعلم الغيب، وخرجت لنصرة دين جدي محمد وآل البيت يكون سبايا، ويمسك الدماء ويرفع الصبي فوق وعطش كلام بقى. القصص اللي احنا بنعملها ديت ما تنفعش خالص، القصص اللي احنا بنعملها ديت ما تنفعش خالص خالص يعني. صح يا سماحة الشيخ ولا ايه؟ سماحة الشيخ مهدي أمولي توافقني في ذلك؟ انت منو يعني؟ انت انا منو؟ انا اسمي رامي عيسى من اهل السنة والجماعة. رامي عيسى من نعم مصر مو؟ المصري. نعم حياك الله. حياكم الله، معكم حياك الله. اصلا ان يهدينا واياك يا رب، وان ياخذ بنواصينا واياك للبر والتقوى. واعلم انا الحمد لله انك عرفتني. اعلم يا استاذ المهدي املي او املي، انا والله ورب الكعبة لا ابغض آل البيت، أقسم برب الكعبة أني أحب الحسين أكثر من نفسي، أقسم برب الكعبة أني أحب سيدي ومولاي علي أكثر من نفسي وأمي وأبي وأولادي، وأحب سيدتي فاطمة أكثر من نفسي ورب الكعبة. ما عندي إلا بنت واحدة وسميتها فاطمة، ولم أسمها عائشة، مع حبي لأم المؤمنين الطاهرة المبرأة عائشة، لكن مع ذلك ما عندي إلا بنت واحدة وسميتها فاطمة. ثم يأتوا بعد ذلك ويتهمونني أنني ناصبي وأبغض فاطمة وأبغض آل البيت. لم يجبرني أحد على أن أسمي ابنتي فاطمة. فنسأل الله أن أنت يوفقنا وإياك حبك وأن يأخذ بنواصينا شيخ وإياك. رامي نعم تفضل شيخ، أنت حبك للحسين وعلي الحسين ولفاطمة الزهراء ولعلي بن أبي طالب سلام الله عليهم يكفي كل شيء. لا والله اقول لك على حاجه بس ما تفهمنيش غلط اخي الاستاذ المهدي. لا والله هذا الكلام بالظبط يعني بيقول، والله لا اقصد الاساءه لك، لكن بيقول هذا الكلام النصارى. عندهم مثل يقول لك يسوع بيحبك ومات عشانك، فيسوع حبك ليسوع خلاص لا يضر معه شيء. لذلك الروايه اللي عندنا يعني ولايه علي لا يضر معها معصيه او حب علي او حب ال البيت، لا لابد ان انا اعمل واجتهد. اللي هو افضل من الحسين وافضل من علي وافضل من ال البيت هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. حبي له لا ينفعني اذا فعلت الشرك والضلال وتركت الصلاه، لابد ان انا افعل العبادات. ومن اهم العبادات اللي ربنا خلقنا من اجلها التوحيد. والله سبحانه وتعالى قال استاذ المهدي: ان الله لا يغفر ان يشرك به، من يغفر إيه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك اعظم ذنب واعظم حسنه هي التوحيد. فانا لا ادعو الحسين ولا ادعو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم انا احبهم واقتدي بهم، لكن لا ادعوهم ولا اجعلهم واسطه بيني وبين الله، لقول الله تبارك وتعالى: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. لا دعان. جزاك الله خيرا اخي المهدي، وانا تشرفت بالاتصال معك. وانت الشرف ان شاء الله. انت الشرف والله. شكرا. واتمنى ان شاء الله انا سارسل لك رقم الخاص، واتمنى يكون بيننا تواصل باذن الله ان شاء الله تعالى. انت عندك قناه يمكن على اليوتيوب يتصور يعني؟ انت في بث مباشر والله، والناس جميعها يقولون يعني هذا الشخص ما شاء الله عاقل، ويعني يجادل بالحق وعاقل وعنده ادله ما شاء الله. فنحن سعداء بانك لا تسب ولا تلعن ولا تشتم. نعم نعم ان شاء الله تعالى. شكرا لك استاذ المهدي. شكرا لكم وشكرا على الاتصال وحياكم الله. ان شاء الله لنا تواصل باذن الله. شكرا لك. ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. في امان الله. مع السلامه. كم أسعد حينما أجد شخص عاقل يستمع إلى الأدلة.
حتى لو لم يتغير الآن، لكن يكفي استماعه إلى الأدلة. فما يستمع للقرآن والسنة ويستمع إلى الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، هذا شيء عظيم. أسأل الله أن يهدي هذا الشاب وأن يأخذ بيده إلى نور التوحيد، هو وجميع الشيعة. أيها الشيعة، اعلموا والله أنا لست عدوا لكم، والله لا، إني لكم ناصح ورب الكعبة، لست عدوا لكم، ولم يصلتني أحد في عمل هذه البثوث وإخراج هذه الكتب، وإن أقوم وأتصل وأعمل، لن أخذ شيء من أحد. وبقولها في كل اتصال، اللي بيعطينا شيء يخرج يقول أنا أعطي رامي كيت وكيت من أجل أن يسوي اتصالات، ومن أجل أن يجلس أمام الكاميرات، ومن أجل أن يناظر الشيعة. لن أنتظر شيء من أحد، ولا نريد شيء من أحد. فقط ما نريده هي أن نوصل لكم هذا الحق، أن نوصل لكم نور القرآن وسنة النبي العدنان. نريد أن نأخذ بأيديكم ورب الكعبة إلى الحق. نسأل الله أن يهدي الشيعة وأن يأخذ بأيديهم إلى نور التوحيد. كان معكم الشيعي الردود المهدي آملي.